صباح النور، تحية طيبة لمتابعي تونس الرقمية مباشرة من سوق الأثاث بجاوز، وين نقلكم بالطبيعة أسعار الغلال والخضر واللحوم والأسماك. البداية بالبنان كما قاعدين نشوفوا ب 8000 بالنسبة للبنان، 8 دينارات، 3500 بالنسبة للمدنينة. التفاح قداش صديق؟ التفاح عندي 4000 وعندي 3000. التفاح ما بين عندي نمبرتي 4000 وعندي توت 3000 3.5. بالنسبة للبرتقال تمصر عليا هذا حلو 3.5 هو والتمصر 3.5 3.5 3.5 بالنسبة للحلو والتمصر كيف كيف. نواصلوا مع البصل، مش البصل موجود معناها من 500 ل 2000. جلبان محافظة على سوقها تقريبا 2500، موجودة حتى على 2200 معناها فكرة بالنسبة للسوق بتاع تلات. الطماطم موجودة 950، وفما الأكبر من هذه 800 مليم. هذه بتبيع بالنسبة لل يعني الخضر والغلال، نكملوا مع الحوت. بدأ الأوراق صديقي 18 بس الأوراق. السردينة 3000 بالنسبة للسردينة، الميلة 5000. بالنسبة للحوم معناها في حدود 34 دينار بالنسبة للعلوش، الحقيقة زاد شوية سوق العلوش. بالنسبة للخضر بالنسبة نكملوا كفيف مع العجل، كفيف حدود 28 دينار. بالنسبة للخضر الورقية كما تشوفوا فما الثلاثة على دينار، فما موجود حتى الأربعة على دينار، دونك أنت والمنتوش.